خصنا الساعه ديالنا، ما خصنا منكم حتى شي حاجه، كنطلبوا غير الساعه، ما كنطلبوش شي حاجه كبير. المغرب ديالنا كاملين وحنا كتجينا الغيره عليه، ما تشوفوناش كنعملوا هادشي هذا، يعني ما خصناش، بالعكس المغرب بلاد ديالنا والارض ديالنا وبلاد الاجداد ديالنا، وتحاربوا عليه وماتوا عليه، حنا كتجينا واحد الغيره على المغرب ديالنا، فهمتوا كيفاش؟ المغرب ديالنا كاملين وحنايا واقفين واحد الوقفه احتجاجيه مع بعضيتنا باش نوصلوا واحد الميساج للسي العثماني، كنقولوا له باللي ما خصنا منك والو السي العثماني، هانيه ما خصنا منك والو، خصنا غير الساعه ديالنا. حنا ضد هذه الفكره، لان حنايا ولاد الشعب حنا كاينش واحد اللي بعاد من الديور ديالو، اول حاجه ما عندناش الساعه الغدا، ما عندناش الوسائل اللي شكون اللي يدينا ويجيبنا، كاين الشتا كنخرجوا في الظلام، كندخلوا في الليل، يعني ولينا كنخرجوا في الليل كندخلوا في الليل، يعني ما عرفناش عندنا الفرق بين الصباح والليل. في الحقيقة حنا ماشي ضد الساعة ولا ضد، حنا ضد أننا ماشيين مع فرنسا، علاش حنا ماشيين معاهم؟ حنا دولة المغرب ماشي فرنسا، شرحوا لنا علاش عملتوا هاد الساعة هادي، شرحوا لنا علاش. حنايا ضد الاتباع ديال فرنسا، حنايا مغاربة ماشي فرنسيس. هاد الساعة هادي كترون بنادم العقل ديالو كترون، عاد كتدخل 8 ونص تسعود، عاد كتخرج حتى 7، ما يبقى لك لا وقت الفارغ اللاعب، وحتى كيبقاو في هذيك العستيتوين بوبراني كيلو دمدوخي. Thank you.